السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة مخيفة جدا نشوفها مع بعض دلوقتي هو إن أنت تكتب مقالة ما كانتش موجودة أصلا، يعني مش بتاخد كوبي بيست من مقالة، لأ ده أنت بتقول له اكتب لي مثلا مقالة عن حاجة معينة. خلينا مثلا نقول له إحنا عايزين نكتب مقالة مثلا في البيزنس أو ستيودنت أو إديوكيتور مثلا في البيزنس، عايز على شكل بلوج ولا تويتر ثريد ولا تكنيكال جايد ولا هاو تو جايد، ايه الشكل اللي انت عايزه؟ وليكن مثلا خليها بلوج. هنا بيقولك اكتب عنوان المقالة وليكن مثلا how to save money، وصف للحاجة، need to save money. عايز كلمات تبقى موجودة في قلب المقالة وليكن مثلا مثلا دولار برنت work. طيب هتقول له generate الاوتلاين، يعني العناوين الرئيسية اللي انت عايزها. كتب لك العناوين الرئيسية الانترودكشن والاستراتيجية والconclusion. هتقول له create points، هيبدأ بكل واحد فيهم يكتب النقط التفاصيل بالشكل دوت. ممكن تقول له بقى put the finish touch on this، هيبدأ هو يظبطها لك، وفي الاخر انت بقى ايه خلاص يعني حط لك الكلام. انت بقى عايز تزود تضيف تراجع قبل ما تسلم، ما تسلمش الحاجة غير لما تكون واثق منها. طلعت المقالة كاملة هيت زي ما انت شايف.